سوق الذهب في عمان القديمة يحتفظ بهويته رغم مرور عقود على إنشائه. مع تصاعد أسعار الذهب وهبوطه تتأرجح قلوب محبيه، فلهذا المعدن رونقه ولا يضاهيه في قيمته هدايا أخرى. وللذهب في عمان سوق حجز مكانه منذ خمسينيات القرن الماضي بين أسواق العاصمة، وهو يتميز بتصميم معماري شامي قديم، ومحلاته تحمل معظمها أسماء العائلات التي توارثت هذه المهنة من جيل لآخر. تاريخ سوق الذهب أنا اللي بتذكره أيام جدي، يعني كان 1900 تقريبا و67 68 أنا اللي بتذكره، يعني إنه أيام جدي. طبعا أنا خلقت 1976، يعني إنه تقريبا 40 سنة إحنا في السوق بشكل عام بأيام جدي وأبوي، بعدين إحنا يعني أكتر إشي عليها طلب العيارات عيار 21، عيار 21. ال21 بيجيب لهم يعني للناس سعر، زي أطقم، زي أساور سحب، زي أعود فرزاتشي، زي أطقم صب ليزر رولكس، هذول بسموه احنا بلدي عيار 21، ما فيها مصنعية كثير. ويضم هذا السوق أكثر من 50 محل متخصص ببيع المسوقات الذهبية والمجوهرات، يقصده المقبلون على الزواج والباحثون عن الهدايا القيمة. أشوف شوفي أسعار الذهب كيف تراوح أسعارهم، عشان أشتري يعني قطعة مناسبة إلي وهدية يعني تكون رمزية حلوة، فهمت علي كيف؟ وإن شاء الله أمور تمام، تكون أسعار الذهب يكون نازل على أساس الواحد إنه يقدر يشتري يعني ويمارس في الشراء يعني وما يرتفعش الذهب يعني. أما ارتياد هذا السوق فتعكسه حركة أسعار الذهب. بالنسبة لارتفاع ونزول الذهب، إقباله بالسنوات القبل ما عليه كان عرض وطلب، زي نزوله كان عليه إقبال وطلب، يعني الأيام اللي احنا فيها عليها إقبال أفضل من الأيام الماضية. وسواء كان الذهب عيار 21 أو 24 فإنه يظل سلعة تحافظ على سعرها مهما تقلبت الظروف.